نعم، لما ذكر عقيدته أراد أن يرد، أراد أن يرد على من اتهموه، على من اتهموه بتهم هو منها بريء، وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا من أتباع الأنبياء، كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل، توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك، يريدون الرئاسة، يريدون الأموال، يريدون الرياء والسمعة، أنهم سحرة، أنهم مجانين، أنهم يريدون كذا وكذا، كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصاً نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، تهموه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه معلم، بأنه كذاب، بأنه يريد الترأس على الناس، فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لما دعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها، ولله الحمد.